تشهد الخدمات الصحية في مراكز الرعاية الصحية الأولية نقلة نوعية في تقديم الخدمات مع دخول الشهر الفضيل. وفي هذا الشأن أكدت الدكتورة إجلاء الفيصل العلوي الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية خلال اتصال هاتفي في نشرة إخبارية سابقة، أكدت أن مراكز الرعاية الصحية الأولية مستمرة في شهر رمضان المبارك في تقديم كافة خدماتها التشخيصية والعلاجية والتأهيلية للمراجعين والمترددين عليها. خلال شهر رمضان بإذن الله ستستمر مراكز الرعاية الصحية الأولية بتقديم جميع خدماتها التشخيصية والعلاجية والتأهيلية للمراجعين والمترددين. هذه الخدمات راح يقدمها كوادرنا الوطنية سواء طبية أو تمريضية أو مساندة، وبتتعدى يعني راح مو بس راح تكون خدمات أطباء وتمريض، وإنما أيضا مختبر وأشعة وعلاج طبيعي ورعاية الطفولة والأمومة وغيرها من هذه الخدمات. نحن دائما على يقين ونعول على وعي وثقافة المجتمع البحريني، لذلك ندعو دائما ونحث على اتباع أنماط حياة صحية والاهتمام بهذه النقطة. مهم جدا زيارة الطبيب خاصة لذوي الأمراض المزمنة لمعرفة إمكانية الصوم من عدمه، وفي حالة الصوم الطريقة الأمثل لأخذ العلاج. ننصح بشكل عام بتناول الأغذية الصحية والإكثار من شرب السوائل، الاستمرار في ممارسة النشاط البدني والرياضة، وتقليل من الحلويات والمقليات،